أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بيكم إخوانا الكرام. يا رب تكون خير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. قبل ما نتكلم عن العربية اللي معنا النهاردة، لو حضرتك عندك عربية عايز تبيعها من خلال القناة، كل اللي عليك هتتواصل معنا على رقم الواتساب الخاص بالقناة اللي هو 0413035091. ابعت لنا فيديو للعربية وكمان صور العربية ومواصفات العربية، وإن شاء الله هيتم عرض العربية على القناة، وربنا ييسر لكم الحال ويتم بيع العربية من خلال القناة. النهاردة إن شاء الله جبت لحضراتكم عربية شيفروليه دبابة، موديل العربية 2008 مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بعربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2008. العربية فابريكا بره وجوه بدون جرام بويا واحد. على فكرة العربية كانت مركونة 7 سنين ورفعها في الجراج. المكنة محلتش مسمار، وآلات الجر بحالة ممتازة، يعني العربية زيرو. اشتري ودور واركب واشتغل وربنا يرزقك ان شاء الله. على فكرة صاحب العربية كمان قال السعر اللي هنقول لحضراتكم ممكن التفاوض عليه، يعني لو حضرتك جاد في الشراء ممكن تتفاوض كمان على السعر، وصاحبها هينزل من سعر العربية علشان عايز يبيع. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2008. سعر العربية 165,000 جنيه. سعر العربية 165,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 0146474568. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 0146474568. ده كان موضوعنا النهاردة. استنونا في عربيات جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجب حضرتك الفيديو واستفدت منه، ما تبخلش علينا بلايك، وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.